مرحبا بكم في سبور اكسبريس. بدا مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يلعب اليوم على 9 متاع الليل المقابلة الترتيبية على المركز الثالث في الدورة الودية في مصر، دورة عاصمة مصر. مقابلة باش تكون ضد منتخب نيوزيلندا في استاد القاهرة بإدارة الحكم المصري أحمد الغندور. المقابلة هذه باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. بالنسبة للتشكيلة، تشكيلة المنتخب الوطني التونسي تقرر أنه لطرفين مش يحافظ على نفس التشكيلة اللي بدأت المقابلة الفارطة ضد المنتخب الكرواتي. نحكي على بشير بن سعيد في حراسة المرمى، في الدفاع علي العابدي، وسام الحديدي، ديلان برون، حمزة جلاسي، وجدي كشريدة. قدامهم نادر الغندري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، إلياس العاشوري، وحمزة رفيعة. هذه التشكيلة اللي باش تبدأ المقابلة اليوم ضد نيوزيلندا مع 9 متاع الليل. بالنسبة للمقابلة النهائية لنفس الدورة اللي نشاركوا فيها، مقابلة تجمع 9 متاع الليل في الملعب الجديد في العاصمة الإدارية في القاهرة، المنتخب المصري بالمنتخب الكرواتي. 9050 تذكرة بلوز باش تكون على ذمة جماهير الترجي، هذا بالإضافة للاشتراكات في مباراة ذهاب ربع نهائي رابط الأبطال الإفريقية ضد أسيك ميموزال إيفواري نهار السبت مع 10 متاع الليل في ملعب حمد العقربي في رادس. التذاكر تبدأ تتباع نهار الخميس وسومها باش يكون 35 دينار. اليوم كان الاجتماع الأمني لتنفيذ الاتفاق على كل التفاصيل التنظيمية اللي تخص المقابلة، واللي من بينها انه المنعرج الشمالي باش يكون مخصص الجماهير اسيك ميموزا الايفواري، دونك ما نجمش يعني لا يمكن منح تذاكر اضافيه للجماهير الترجي. بالنسبه لتحضيرات الفريق للمقابله، المجموعه الكل على ذمه الاطار الفني بقياده كاردوزو بما فيهم بن حموده اللي رجع للتمرين مع المجموعه، بالنسبه لبليل الساحلي يتدرب على مفيره. أكد الناطق الرسمي للنادي الصفاقسي جوهر العذار أن الفريق تمكن من استعادة المبلغ اللي تم اختلاسه من شركة خفية الاسم CSSA بعد ما تم تتبع التحويل المالي اللي صار. نذكر أنه المبلغ كان في حدود 170 ألف دينار. أعلنت الهيئة المديرة المديد بوسالم على انسحاب الفريق وعدم مشاركته في بطولة إفريقيا الأندية البطلة لكرة الطائرة في مصر الشهر الجاي. الأسباب هي غياب الدعم المادي وعدم توفر الأموال اللازمة لتأمين المشاركة هذه والإصابات اللي تعرضوا لها عدد مراكز الفريق. نذكر أنه مديد بوسالم هو حامل لقب البطولة الإفريقية لهذا اللقب في تونس في نسختها الأخيرة. أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة أنه تقرر بصفة استثنائية إلغاء العقوبات المتعلقة بالحضور الجماهيري لكافة الأندية، وتقرر زادة التقليص في عدد الجماهير في كل قاعة تشهد أحداث عنف أو استعمال للشماريخ ومختلف الألعاب النارية. نذكر أنه الاجتديد في الجامعة كانت عقبة النادي الأفريقي نهارين التالي بزوز مقابلات بحضور المشتركين فقط، عقوبة تم إلغاها بالقرار هذا من مكتب الجامعي. أبرز المباريات اليوم خارج تونس في نهائي باراج تصفيات لورو، 6 انطلقت مباراة جورجيا ضد اليونان، 9 غير بعض مقابلات أوكرانيا ضد إسلندا وويلز ضد بولونيا. من المقابلات الودية 8:30 لوراغواي ضد الكوديفوار، 9 غير بعض برشا مقابلات، أنجلترا تواجه بلجيكا، ألمانيا تواجه هولندا، النمسا ضد تركيا، سلوفينيا ضد البرتغال، 9:30 تعليل إسبانيا تواجه البرازيل، والعشرة تعليل الجزائر ضد جنوب إفريقيا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات.